أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، إليكم نشرة الأخبار من أميكو عربي لهذا اليوم. كونوا معنا. استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية السيد دمك أموكنن سفير الولايات المتحدة الأمريكية الجديد في أديس أبابا السفير إيرفين ماسينجا. وخلال اللقاء تبادل نائب رئيس الوزراء دمك والسفير ماسينجا وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وفي ترحيبه بالسفير ماسينجا قال دمك إن الوزارة ستقدم له الدعم اللازم لتعميق العلاقات بين البلدين. ومن جانبه قال السفير ماسينجا إن التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة يساعد أثيوبيا على إطلاق العنان لإمكاناتها. شارك وزير الدولة السفير مسجانو في الاحتفال بيوم الأمم المتحدة 78 الذي يقيم اليوم في مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا في أديس أبابا. وفي كلمته أمام التجمع أكد السفير مسجانو أن أثيوبيا باعتبارها أحد الأعضاء المؤسسين للأمم المتحدة ستكون دائما من المؤيدين المتحمسين لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وشدد وزير الدولة أيضا على أن أثيوبيا كانت صوتا فخورا وعميقا للدبلوماسية المتعددة الأطراف في منظومة الأمم المتحدة وتعهد تعزيز الشراكة الفريدة بين الأمم المتحدة وأفريقيا. وبالإضافة إلى ذلك أعرب عن التزام أثيوبيا بدعم وتعزيز تعاونها مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا. كما دعا السفير مسجانو المجتمع الدولي إلى إعادة الالتزام بروح ميثاق الأمم المتحدة وإجراء إصلاحات هادفة وعاجلة للهيكل العالمي الحالي. كما ألقى مسؤولون رفيع المستوى من الأمم المتحدة وممثلون من الاتحاد الأفريقي كلمات أمام التجمع. اختتمت الجولة الثالثة من المحادثات حول القواعد والمبادئ التوجيهية للملء أو التشغيل السنوي لسد النهضة الأثيوبي الكبير يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري في القاهرة مصر، وذلك بعد يومين من المفاوضات المكثفة بين وفود أثيوبيا ومصر والسودان. وترأس الوفد الأثيوبي سعارة السفير سلاشي بقالة كبير المفاوضين، وترأس الوفد المصري سعارة البروفيسور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري، والوفد السوداني برئاسة معالي الوزير دويبلة عبد الرحمن وزير الري والموارد المائية السوداني. وأجرت الوفود الثلاثة نقاشا لإيجاد مجالات الالتقاء من أجل التوصل إلى اتفاق. وفي ختام هذه الجولة من المحادثات تم الاتفاق على عقد الجولة المقبلة في ديسمبر عام 2023 في أديس أبابا أثيوبيا. وتظل أثيوبيا ملتزمة بالتوصل إلى نتيجة مربحة للجانبين على أساس المبدأ الأساسي المتمثل في الاستخدام المنصف المعقول لنهر النيل. تم الاحتفال بالذكرى 33 لإعادة توحيد ألمانيا في السفارة الألمانية في أديس أبابا. مزيد من التفاصيل في التقرير الذي أعدته الزميلة إكرام أول. وفقا للتقويم الأوروبي كان اليوم 3 من أكتوبر عام 1990 يوما خاصا بالنسبة للألمان، والسبب هو أن ألمانيا الشرقية والغربية اللتين انفصلتا لمدة 45 عاما اتحدتا وأصبحا واحدا، أي يمثل إعادة توحيد ألمانيا. إن توحيد الألمانيتين لم يؤدي إلى ظهور ألمانيا القوية والديمقراطية فحسب، بل أدى أيضا إلى اكتساب اقتصادها القوي بين الأوروبيين، ولهذا السبب يتذكر كل من الألمان هذا اليوم بشكل خاص. وفي هذا الصدد تم الاحتفال بالذكرى 33 بيوم إعادة توحيد ألمانيا في السفارة الألمانية في أديس أبابا. وافتتح الاحتفال بإنشاد طلاب إثيوبيين وألمان النشيدين الوطنيين للبلدين، مما يدل على العلاقة القوية بين إثيوبيا وألمانيا. كما شكر السفير الألماني لدى إثيوبيا سيفن أوير إثيوبيا على تسليط الضوء على هذا اليوم، وقال إن إثيوبيا وألمانيا ستواصلان تعزيز علاقتهما الاقتصادية والسياسية القديمة، كما ستدعم ألمانيا التقدم الاقتصادي والسياسي لإثيوبيا. توحيد ألمانيا كان نتيجة لكفاح في شرق ألمانيا، وبسبب جهودهم رجال ونساء كبارا وصغارا حيث ساهموا في اتحاد ألمانيا. نعلم أن أثيوبيا تعمل بجهد لإرساء السلام والديمقراطية فيها، وسندعم أثيوبيا بكل شيء في هذا المجال. وحضر الاحتفال كل من كبار المسؤولين الاتحاديين ووزير المالية أحمد شيدي، كما هنأ الشعب الألماني بهذا اليوم الكبير. A very important landmark history
إعادة توحيد ألمانيا منذ 33 عاما لعب دورا محوريا في التاريخ الأوروبي، والذي ساهم في اتحاد كافة الدول الأوروبية فيما بعد، وساهم بشكل كبير في تعزيز اقتصاد أوروبا كقارة. وصرح الوزير أحمد شيدي أن العلاقة الثنائية بين إثيوبيا وألمانيا سجلت قرونا وستواصل على هذا المنوال. إثيوبيا وألمانيا لديهما علاقات ممتدة وعميقة وأزلية منذ مئات السنين، كما أن لدى ألمانيا دور رائد في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بشكل أكبر. أعلنت وزارة العمل والمهارات أن الجائزة الدولية لريادة الأعمال ستعقد في أديس أبابا لأول مرة في بلدنا. مزيد من التفاصيل تابعوا معنا. أعلنت وزارة العمل والمهارات أن الجائزة الدولية لريادة الأعمال ستعقد في أديس أبابا لأول مرة في بلدنا. وقالت وزيرة العمل والمهارات مفرحة كامل في بيانها: لدى أفريقيا قدر كبير من الموارد كشباب القارة، وهذه الفرصة السارة هي دعم وتشجيع منظمي المشاريع وتعزيز القدرة التنافسية لأسوبيا. ودراتشن هجرايب تشادلم إن منافستنا ليست لبلدنا فحسب، بل من أجل مستقبل مشرق لأفريقيا أيضا، حيث يتطلب ذلك الكثير من المواقف المشتركة كأفريقيا. أفريقيا قارة شابة وصاعدة، ومثل هذه البرامج والأفكار تعمل على تطويرها بشكل كبير. وكقارة نحن بحاجة إلى المبتكرين والمبدعين والمثقفين، وذلك من أجل تعزيز القدرة التنافسية لأفريقيا. ولذلك فإن إثيوبيا لا يمكنها التغلب على الظروف والتحديات المواتية لوحدها، وكذلك الدول الأخرى في أفريقيا. ونحن الآن في وقت نحتاج فيه إلى التفكير في أمور القارة جميعا، والوقوف مع بعضنا البعض والوحدة من أجل حل حالة جميع خلافاتنا. ونسعى من خلال هذا البرنامج بالتعاون مع مجموعة مبادرة الابتكار العالمية لتسهيل ذلك، والهدف المنشود هو تعزيز ازدهار قارتنا. وقالت إن المنتدى مصمم للاعتراف برواد الأعمال الأفارقة وتمكين رواد الأعمال الأثيوبيين من اكتساب الخبرة. إن إعداد هذا البرنامج سيمكننا من تطوير أصحاب المصلحة وشركاء جدد في علاقتنا مع بقية العالم. وبطريقة أخرى، فإن العمل الذي كان مركز الابتكار على المستوى الأفريقي هو التعرف على الشباب الأفريقي الذين عملوا في هذه العملية. برنامج الجائزة هو شاب إثيوبي فاز من بين الإثيوبيين والأفارقة العام الماضي، وهذا يعني أنه سيكون محفلا لإظهار أن لدينا إمكانات في إثيوبيا. وقالت الوزيرة مفرحات كامل إنه منتدى لتبادل الخبرات مع الدول الأخرى لتعزيز الموارد الأثيوبية المحتملة والانخراط في الأسواق الدولية مع اختراع الأثيوبيين. وبينما يوجد هذا المنتدى، فإنه سيلعب أيضا إسهامه الخاص في بناء المصنع، لأنه سيكون قادرا أيضا عن الكشف عن الجانب الصحيح لإثيوبيا لإظهار إمكانات إثيوبيا. ويعتقد أن أحد تجارب إثيوبيا ستتبادل خبرتها مع تجربة أخرى وأهمية المنتدى. ومن أجل ضمان استمرارية القضية، نخشى الشركاء الجدد ومساعدة الأطراف وحل مشاكلنا مع عدم حل مشاكلنا، ولكن أيضا في الأسواق الدولية الأخرى فإنه يساعد على تحريك قدرتها على حل إلى مستوى أعلى. وينظم المنتدى كل من وزارة العمل والمهارات ووزارة الابتكار والتكنولوجيا، وسيتم إطلاق المنتدى غدا ببرنامج للتجارة الإلكترونية. مشاهدينا الأعزاء، إلى هنا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا لهذا اليوم. شكرا لكم لمتابعتنا، كان معكم أحمد منصور، إلى اللقاء.